السلام عليكم أحبابي الكرام. اليوم في فيديو مشوق ومحبب من طرف كل الجيمرز، حيث اليوم سنقوم بمراجعة اللعبة الجديدة والخرافية بكل المقاييس، واللعبة الغنية عن التعريف Assassin's Creed Origins التي صدرت مؤخرا كما تعرفون في المؤتمر العالمي للترفيه E3. نترككم مع مشاهدة انطباع اللعبة بإصدارها الجديد بعد هذا الفاصل أصدقائي الكرام. كما تعرفون أحبتي الكرام، اللعبة أصدرتها الشركة العالمية يوبيسوفت المعروفة بإنتاج أكبر وأضخم الألعاب على المنصات مثل إكس بوكس والبلاي ستيشن، واليوم عادت لنا بإصدار جديد منها. وهذا الإصدار صراحة كنت من أشد الموافقين على عمل انطباع له، لأنه خرافي ورائع جدا، وعاد لنا بأشياء جديدة وتحديثات وتطويرات مهمة في اللعبة، حيث كما تشاهدون في عرض اللعبة أن اللعبة ذات جرافيك خيالي وراقي جدا، حيث بالكاد تشعر أنها لعبة وليست واقع، وهذه نقطة تحسب للشركة. كما أن المحيط الجغرافي المحيط باللعبة جد ممتع ويضاهي الظروف الحقيقية. فقصة اللعبة تدور حول مجموعة أساسنز، حيث تم إنشاء المنظمة من طرف الشخصية الرئيسية في اللعبة التي سيلعب بها اللاعب في القصة، وهو بايك. وتدور أحداث القصة في زمن مصر الفرعونية والأهرامات، تحديدا في عصر فترة كليوباترا. حيث وما أعجبني كثيرا في اللعبة أنها لعبة عالم مفتوح، أي Open World، أي يمكن للاعب التجول بحرية في محيط اللعبة، وكذلك يمكنها أن يمتطي وأن يستعمل أغلب ما يجده في طريقه من حيوانات مثل الجمال والأسلحة وكذلك السباحة، والتي حتى يمكنك من جمع الكنوز من السفن الغارقة. وهذا الشيء جديد عادت به شركة يوبيسوفت في النسخة الجديدة، كما أن العالم يمكن التفاعل معه بكل حرية، مما تعطي للاعب القدرة على فعل أشياء كثيرة، أي غير محدودة. وأما من ناحية الكنترول، فاللعبة صراحة جد راقية في هذا الجانب، خصوصا أنه يمكنك التحكم والهجوم والدفاع بشتى الطرق، والحركات القتالية من دروع وأسهم وأسلحة تجمعها في طريقك. وكذلك في هذا الجانب، أتاحت الشركة للاعب القدرة على المقاتلة بسلاحين في كلتا يديك لتكون هجماتك أكثر قوة وتدميرا. وكذلك في طريقك نحو تحقيق أهدافك، سيظهر لك أعداء جدد في النسخة الجديدة وبقوة كبيرة جدا، مما سيصعب عليك مهمتك. وهذا ما ركزت عليه الشركة لكي يكون هناك تشويق وتركيز أكبر من اللاعب على القتال في اللعبة والفوز، وبالإضافة إلى التمتع بالمناطق التاريخية في عالم اللعبة من الإسكندرية والأهرامات والعديد من المناطق التاريخية، مما تجعلك تشعر أنها تعود بك إلى الزمن الماضي والتاريخ والعديد من الأشياء. وهذا ما جعلني أضع انطباعي الشخصي للعبة والتي ستصدر في 27 أكتوبر المقبل، مما سيكون متاحا لكل اللاعبين ومحبي هذه اللعبة من اقتنائها وتجربتها والشعور بقيمتها الفنية. كذلك دون أن ننسى أنها ستتوفر على أجهزة الحواسيب وكذلك الإكس بوكس وان إكس والبلاي ستيشن 4 الجديد. وفي الأخير أحبابي الكرام، أتمنى أن يكون انطباعنا لليوم حول اللعبة الرهيبة Assassin's Creed Origins قد أعجبكم، ولا تنسوا عمل لايك للفيديو إذا أعجبكم ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك في قناتنا، وشكرا لكم.